23 اكتوبر 2022 عندنا المؤتمر الوطني الثاني ديال النقابة الوطنية لمهنيين النقل الطرقي، اللي الشعار ديالو هو تنظيم قوي وضمان حقوق المهنيين. حنا الحمد لله تجمعنا على اساس ان هذا اليوم هذا بمثابة عرس للمهنة والمهنيين، واللي اليوم غادي يكون ان شاء الله واحد المؤتمر اللي غادي يتعين فيه كاتب عام وطني جديد، اللي الحمد لله كاين واحد الملف مطلبي حتى هو غادي نتكلموا عليه، وكاين بزاف ديال الامور. كاين مشكل ديال الدعم، ومشكل ديال الغازوال، وكاين مشكل ديال الحموله، وكاين حنا دابا يعني باب النضال مازال مفتوح. غادي ندوز على المؤتمر اولا، والملف المطلب ان شاء الله غادي نتحدثوا فيه من بعد المؤتمر ان شاء الله. كانوا مكتسبات عده، غادي يدوز ان شاء الله واحد الشريط يعني تلفازي على المحطات النضاليه اللي خداتها النقابه الوطنيه لمهنيين النقل الطرقي في هاد الاربع سنوات اللي مرات، اللي كانوا فيها مكتسبات اللي هي مهمه، ومن بينها ان هاد النقابه هذه قدرات تخلي واحد البصمة ديالها، وقدرات أنها حتى في الحوار مع الوزارة الوصية تكون دائما حاضرة. وكاين إكراهات عديدة للمهنة والمهنيين. احنا الآن كاين موضوع اللي هو موضوع الساعة، هو الغازوال، اللي احنا لازلنا نصر على أن المهنيين كيطالبوا بالتسقيف ديال المحروقات، لأن موضوع المحروقات أثقل كاهل المهنة والمهنيين. احنا بالنسبة للتنسيق النقابي مازال مفتوح، والحمد لله كننسقوا مع بعضياتنا المركزيات النقابية على أساس أن تكون عندنا يعني رؤية مستقبلية واحدة. كنشكروا الإخوة الحاضرين في هذا الحفل اللي هو بمثابة يعني واحد النهار اللي الإخوان كيجدوا فيهم يعني أعضاء المكتب الوطني، وكيتجدد كيكون كاتب وطني جديد، وكنشكروا الإخوان كاملين.